الفقرة يلي بتنطروها ومننطرها نحن معكم يومياً، حظوظنا وأبراجنا وتوقعات الفلك. عمدان نجلة أباني، صباح الخير. صباحك خيرات يا ورد. صباحك الخير يا ميشا. صباح الخير للجميع، ضلوا دائماً بخير ودائماً أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين. يوم 2 آب يعني 2/8، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا صار فيها تغييرات لأنه عطارد دخل أخيراً إلى برج العذراء، يعني بلشت أمور مولود برج الثور تتحسن، أمور مولود برج الجدي بالذات على الصعيد الشخصي على الصعيد المهني لهي الأبراج، يعني الأمور كتير أفضل خاصة مهنياً مثلاً للعذراء لأنه هو كوكب المهنة أصلاً، فهو يتقدم في برج العذراء. طبعاً إضافة إلى وجود المريخ في برج الثور، برج صديق خلينا نقول، فحتى المريخ عم بيحملك طاقة حيوية، يعني الأمور جيدة بالنسبة لكم مواليد التراب، بس ممكن يكون عامل جزء من تعب صحي، قلق صحي لإله أو لأحد المقربين لمولود برج الأسد، مولود برج العقرب، مولود برج الدلو. طبعاً ما زالت الزهرة تتقدم في برج السرطان. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي اليوم الهزات حولك محتملة، يمكن سببها ردود نارية متسرعة كعادتك كونك تنتمي أصلاً إلى الأبراج النارية، كأنه في تصعيد. فنصيحتي لك أنك تجاهد أولاً أنك تبتعد عن الانتقادات والسخرية من للآخرين، ثانياً انتبه من بعض الأمراض الموسمية، يعني هاي البرد العابر ما في شيء أساسي، ما تكون قاسي بأحكامك مولود برج الحمل، يمكن اليوم في نقاشات معنا كتير منطقية. مولود برج الثور اليوم عنده 100,000 شغلة قصدته، يمكن يعني عم يشتغل عليها، كان يشعر أنه محارب من أصدقائه بالعمل. حاول توجد لنفسك وقت للراحة بال الناس مثل ما هنن، اليوم فيه عمل كتير وحاسس أنه جهوده ضايعة، يعني في نوع من أنواع التعب على الصعيد الشخصي. مهامك ضرورية مولود برج الثور ويفترض أنك تعملها، انتبه شوي صحياً. الجوزاء اليوم الأمور جيدة لك، حاول أنك تشرح وجهة نظرك لأنه حظوظك مساعدة جداً، فايق رايق هادي ضحوك، عم بيحسن أموره، عم بيستفيد من حظوظه، مفهوم ومسموع الصوت، حظوظه جدية جيدة قصدي، عم في حواليه محبة اليوم مولود برج الجوزاء، أو عم بيشرح وجهة نظره كما يجب اليوم لاتصالات وقد تلاقي حلول. برج السرطان أنت اللي قلقان ما كتير مرتاح، ما بعرف قديه لازم أنصحك تكون اليوم جدي بمعالجة بعض المشاكل الطارئة، كأنه في مشاعر حواليك قلقتك من حدا من الأفراد العائلة، يمكن أحد المقربين، ويمكن في محيط اليوم يبدو مستفزاً لألك مولود برج السرطان، يمكن نزاعات تتعلق بأمور شخصية. هلا أنا بقول بده الحكاية اليوم شوية هدوء، على كل باعتبار برج السرطان أموره جيدة بهي الفترات وباشر التحسن، فخلص أمورك أول بأول. في أجواء إيجابية حوالين مولود برج الأسد، في شيء له علاقة بأنه عم تستلم إدارة أمورك، كأنه عم تأجل بعض الأمور المهمة، عم تشتغل على أمور أكثر أهمية، قصة شخصية، قصة عائلية ممكن تكون عملت لك سعادة. يعني اليوم حاسس مولود برج الأسد أنه ما في فائدة من المشاكل ومو حابب يعمل مشاكل، بالعكس أمورك العلاقة بأنه أنت عم تحاول اليوم تحمي علاقاتك بجدية. مولود العذراء غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية، عم تصرف أكثر مما يجب، حالا ما بيكون عنا حلول بحكاية المصاريف، بس مع ذلك يعني حاول تتعلم معنى كلمة ادخار عموماً. هلأ أنا بقول هاي الفترات الناحية المالية هي الأكثر حساسية، رغم أنه ممكن يكون فيها إيجابيات من غربة عنك أو من بعيدين عنك، يعني المفاجآت واردة على كل الأحوال، حاول أنه ما يكون عندك مصروف إضافي، حاول، مجرد محاولة يعني. مولود برج الميزان اليوم أمور جيدة بالنسبة لك، خاصة بالأجواء العائلية الشخصية أو قضايا عامة، يمكن مشغول بأسرتك بعائلتك، يمكن بشغلك قضايا ناس حواليك، عم تتعرف على ناس جدد، عم بترتب أمورك، يمكن عم بيتملكك إحساس بالسعادة. طبعاً القمر ببرجك عم بيخلي الأسبوع القادم كله تفكيرك سريع وفعال مولود برج الميزان، وفي تحسن بأمورك.
مولود برج العقرب انتبه من شجارات لست تحتاجها، لأنه هاي الفترات الأمور الشخصية هي مصدر التعب، إضافة طبعاً للصحية. أنا برأيي أنه أنت حدا محب للحياة، بس اليوم كأنه فاقدة لهي المحبة، يعني مثل كأنه مكسل، ضايق خلقه، فاقد طاقة، في عنده أشياء قلقته، يعني ما عم تزبط معه مثل ما بده. هلأ أنا بقول أنه ما في شيء سيء، على كل الأحوال الأمور بالنسبة لك بمجملة جيدة. مولود القوس باعتبارك صار لك يومين مكركب مو مبسوط، فأجت بقى بداية يوم جديد لتكون الأمور أفضل. من امبارح بعد الظهر كان في عندك وضع معقد، لقيت له حلول، خاصة أنه هاي الأيام لمحبة، لآمال جديدة، لوعود مستقبلية، لمسؤوليات يمكن جديدة، إيجابيات يمكن، يعني أمورك المالية والمعنوية جيدة جدا. وربما اليوم مولود برج القوس تسمع لهجة مختلفة عن لهجتك. مولود برج الجدي اليوم أنت أكثرنا تعبا، وأكثر حدا يعني حواليه يمكن معوقات، تأخير، تأجيل. أنا بعرفك أنت من الأشخاص اللي بيعيشوا وفق أولوياتهم وقيمهم، ما له علاقة بالآخرين، بس مع ذلك اليوم بالذات أنك تجعل الآخرين مخطئين وأنه أنت الصح يعني ما رح تفيدك بشي حقيقة. اليوم كأنه عندك صدامات أو مضايقات، ممكن للحظة تفقد الطاقة، يكون مالك كتير خلاق. الصبر أنت اللي اخترعته، فاليوم كل شي لازمك هو هذا الاختراع اللي اسمه الصبر. مولود برج الدلو اليوم في قضية تخص أحد الأبناء يمكن شغلتك أو أحد المقربين، بس بالقطع تزدهر الاتصالات، الحوارات، الاجتماعات، تقبل اعتذارات، تعاتب، ترتب أمورك، في أمنية ممكن تحقق بهاي الأيام، قادر تأثر على سلوك الآخرين وآرائهم. مولود برج الدلو اليوم الأمور العلاقة بنقاشات تصل فيها إلى حلول. الحوت كمان عنده أمور إيجابية وجيدة، ويمكن تتراجع عن قرارات سابقة، بإمكانك الوصول إلى نقاط الاختلاف لتقدر ترتب أمورك وتصل لأهدافك. اليوم كأنه في قدر وحظوظ مساعدة لمولود برج الحوت، يعني ما في في أخبار إيجابية وما في ظروف معرقلة. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 2 آب، وأتمنى له السعادة. شخصية قوية، منيرة، جذابة، جميل هذا المولود. كل هيك بتقول عليه أنت وقت تتعرف عليه، عنده هيك لمعة. مولود 2 بالشهر بليغ، مؤثر وقائد، بحاجة دائما للمحبة، بحاجة دائما للحنان، ليحاط بكلمات الإعجاب أو الكلمات الجميلة. ناجح بعمله لأنه شخصية قيادية ذكية، بيعرف شو بده. الأكثر أرستقراطية عموما، هيك تلاقيه دائما مهفهف، دائما شايف حاله. من الأشخاص اللي ثرثار، تختلط ثرثرته مع عصبيته، فالناس تعرف كل أسراره فجأة. على كل اللي هو شخص يعني يتكلم فتصغي إليه. سنة مهمة أنا برأيي بالنسبة لك، وإيجابية، وغالبا فيها تغييرات، خاصة هلأ الشهرين الجايين. ما بعرف إذا في سفر أو في ارتباط أو نوع من أنواع التغيير العقاري، حتى تغيير بالمهنة وارد، في تغيير أساسي بحياتك رح تتذكره مولود 2، لأنه ممكن يكون مؤثر وإيجابي. هدى بن زهرية عم تسألني على 18-45 طبعا، مع أيمن، يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير. والله هيك علاقة، هي علاقة جيدة، بس روحي أنت هدى حدا مستعجل دائما، متسرع دائما. من يستعجل كثيرا يغلط، يخطئ كثيرا، فأنت أخطائي كثير الصراحة بدون قصد، بتتركي الباب مفتوح، بتتركي، بتنسي الهوية، بتنسي المدري شو، بتوعدي وعود ما بتوفي فيها، أنت من هذا النوع عموما يا هدى. بينما هو من الأشخاص هيك مدقدف، هي العلاقة بيناتكم حلوة وأنت بتحبيه، شو ما نعمل أنت بتحبيه، بس تعرفي تعبري عن هاي المحبة؟ هلا أنا أشك الصراحة أنك تعرفي تعبري عن محبتك، لأنه كل تصرفاتك لا تدل على كم المحبة تبعتك. على كل العلاقة ضمن إطار الجيد كأشهر قادمة. ملك عم تسألني عن أمورها، شو برجي؟ 7-5 يا ملك. إسراء مولدها 98، سنة جيدة جدا خاصة
للارتباط يا أسراء. أنا برأيي الشهرين القادمين كثير لهم علاقة بارتباط، ووارد يكون في تغييرات. براءة، يسعد أوقاتك يا براءة، سنة جيدة جدا جدا. 1/4 هو برج الحمل، 94 هو برج الكلب الصيني اللي بيشبهوا بعض، فأنت ساخرة، عصبية، متسرعة، وهي قصص كثير خفف فيها. الزمن صاير كثير صعب والناس ما عادت عم تتحمل بعضها. يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير. وبالشوب؟ بالشوب وغير الشوب. وبقطع الكهرباء وكونوا هيك. بتزيد بتزيد الحالة أكثر. لا خففوها خففوها. شكرا مدام نجلة. يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير. يعطيك ألف عافية.